طيب نتكلم عن اصابات بعينها، ولسه من ايام قليله لحقت اصابه للاسف بمدافع نادي الاهلي سعد سمير تمام. على اثرها بعد التشخيص وبعد الاشعه ظهرت ان هو هيكون عنده وتر اكيلس، هيكون بيبعده 8 شهور عن الملاعب. تمام. رؤيه حضرتك لهذه الاصابه بقى؟ والله بصي، يعني هي اصابه الرباط، اصابه الوتر اكيلس دي يعني اتقال فيها كلام كتير قوي. يعني في ناس بيبقى عندهم الاساس المولودين بيبقى عندهم ضعف معين في الوتر ده. عشان كده دلوقتي بره لما بيجي يتعاقدوا مع لعيب بيعملوا له التحليل الدي ان ايه، والدي ان ايه ده بيبين اذا كان اللاعب ده عنده قابليه للاصابه في الحته معينه بالذات وتر اكيلس. سببها احيانا ممكن اللاعب يبقى مش مسخن كويس، خارج من اصابه قبل كده والعضلات بتاعته مش جاهزه، واحيانا الحظ بيتدخل فيها، او احنا بنقول عليها الايه الوراثه او الهيريديتري فاكتور بيبقى موجود في اصابه الوتر اكيلس.